عملنا خصوصا خلال الاسبوعين الماضيين بعد ما زاد شدة القصف من قبل عصابات بشار والعصابات الروسية، كان عملنا تقريبا يعني 24 ساعة متواصلة، نوصل الليل بالنهار، إصابات على مدار الساعة، مجازر يومية. في خلال الفترة البسيطة الماضية وخصوصا خلال الحصار، إنه يجيك مريض في منتصف الليل حوالي الساعة 4 صباحا، نزل قذيفة جنب بيته وهو نائم على فراشه، تصيب الشظية صدره، يريد أهله أن يساعدوه وينقذوه في أسرع وقت إلى المشفى، لكن بسبب عدم وجود سيارات إسعاف وعدم وجود حتى وقود أو مازوت أو بنزين لتشغيل هذه السيارات، فلم يستطيعوا أن يحضروا إلى المشفى حتى بعد حوالي ساعة ونصف من إصابته، ووصل المشفى كان قد فارق الحياة، فقط لعدم وجود وسيلة نقل تنقل المصاب من مكان إصابته إلى المشفى، رغم أن المشفى ممكن يعني وسيلة نقل لا يبعد سوى 10 دقائق فقط لنقل. في أحد المجازر التي حصلت، مريض بحاجة إلى فتح بطن، لكن بسبب أن كل غرف العمليات في كل مشافي حلب المحررة كانت مكتظة بالمصابين، فكنا نضطر إلى وضعه للانتظار، لانتظار دوره لإدخال غرفة العمليات، حين تكون غرفة عمليات شاغرة، لأنه لا توجد أي غرفة عمليات شاغرة في مدينة حلب نستطيع من خلال أن نجري له عمل جراحي ضمنها.